أهلا بكم من جديد. كان الاسكتلندي جيمس بروس يشغل منصب القنصل البريطاني في مدينة الجزائر الساحلية حين بدأ الحفر المنهجي في الصحراء للبحث عن آثار الحضارات القديمة. عثر على تمجاد المدينة الرومانية المفقودة في عام 1765. تمجاد ترحب بكم. المدينة الأثرية الجزائرية التي بقيت مختبئة تحت الرمال على حافة الصحراء الكبرى لما يقرب من 1000 عام حتى تم اكتشافها في عام 1765. تلقب تمجاد ببوابة الصحراء لعدة أسباب: كونها أكبر مدينة قديمة في إفريقيا، تأسست في العام 100 بعد الميلاد بأمر من الإمبراطور الروماني تراجان، كما بنيت لتكون مستعمرة لتقاعد الجنود وواجهة لمنع الهجمات على الإمبراطورية الرومانية من الجنوب ولحماية طرق التجارة. على الرغم من أنها كانت على بعد آلاف الكيلومترات من روما نفسها، مثلت تمجاد الثقافة العالية والهوية الرومانية. الممثلة الجزائرية إيمان نوال من عشاق المدينة القديمة، وزيارتها ليست الأولى لتمجاد، لكنها في كل مرة تعجب بها أكثر. في كل مرة نأتي لها تكون فسحة ممتعة جدا. طبعا راح تاخدك عبر القرون، يعني تسافر عبر الزمن، تكتشف وتتخيل نمط معيشة الرومان أنذاك. المعروف أنهم في كل مرة يعني كانوا يختاروا مواقع هي مواقع استراتيجية بالنسبة للزراعة والفلاحة، بالنسبة لحماية المنطقة اللي يكونوا يسكنوا فيها، بالنسبة لعدة أشياء، ربما حتى للتجارة، للمناخ. تبلغ مساحة موقع المدينة بالكامل 50 هكتارا، ولقرون حمتها العواصف الصحراوية القادمة من الجنوب، وحين أميط عنها لثام الرمال عاد عشرات الآلاف من السياح المحليين والأجانب لزيارتها كل عام، وأدرجت تمجاد في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي منذ عام 1982. وتنضم إلينا مشاهدين عبر سكايب من الجزائر الدكتورة فايزة رياش، أستاذة علم الآثار بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3. دكتورة أهلا بك، يا مساء النور في شبابيك والتلفزيون العربي. في البداية لو ممكن أن تعرفينا أكثر عن هذه المدينة، يعني البعض يقول عنها بأنها مدينة كاملة متكاملة أيضا في ذاك العصر، عرفينا أكثر عنها، أهميتها التاريخية الثقافية أيضا. أولا مساء الخير بعبق التراث من الجزائر جميعا، تحية عطرة لكم جميعا. طبعا مدينة تمجاد أو تموغادي هي مدينة رومانية تأسست في القرن الأول ميلادي طبعا من طرف الإمبراطور تراجان، وطبعا هي النموذج تقريبا المتكامل للمدينة الرومانية. بنيت في منطقة باتنا بالقرب من مدينة باتنا، يعني حوالي 36 كيلومتر عن مدينة باتنا، يعني في الأوراس الأشم. وطبعا المدينة توسعت خلال القرن الثاني ميلادي، لأنه في البداية تأسست كمنطقة لتحرس أو كمخيم عسكري على طول طريق لومباز، ولومباز هي المدينة القريبة من تمجاد أيضا، وهي مدينة أثرية هامة أيضا بنيت خلال الفترة الرومانية. ولكن في القرن الثاني توسعت وأصبحت لجميع السكان، وكانت هناك يعني عدد كبير من السكان، مما أجبر العمرانيين أو آنذاك على بناء منشآت أخرى كالسوق والساحة العامة إلى غير ذلك. طبعا نرى أن مدينة تمجاد هي تشبه لعبة شطرنج، يعني تقريبا مربعة الشكل، فيها كل العناصر وكل العناصر المعمارية الخاصة بالمدينة الرومانية. في القرن الخامس ميلادي تم تهديمها من طرف الويندال، وبعد ذلك
طبعا جاءوا البيزنطيون وتوسعوا، ومن من مواد أولية بالموقع تم بناء القلعة البيزنطية. وبعد ذلك طبعا مع الفتوحات الإسلامية في القرن السابع ميلادي أصبحت تاموغادي طبعا تقريبا منطقة منسية، لأنه هناك مراكز الحضارة الإسلامية مثل بغاي بقرب من منطقة. طيب دكتورة لحفاظ الوقت، زملائنا طبعا الجزائريين اعترضوا على لفظ تيمغاد، يعني أنا أتمنى أن أكون لفظتها بالشكل الصحيح، هذا من جانب. من جانب آخر يعني حدثين عن أهم الآثار الموجودة في هذا، أيضا كيف حافظت كل هذه السنوات على موقعها، على شكلها، على أصالتها، على الآثار الموجودة فيها؟ ما العوامل التي أدت إلى الحفاظ على هذه المكانة أيضا؟ طبعا هناك عدة عوامل أدت إلى الحفاظ على منطقة تيمغادي أو تيمغاد. طبعا أولا التنقيبات الأثرية والحفريات الأثرية التي بدأت سنة 1880 خلال الفترة الاستعمارية، تم بناء متحف وأيضا فندق بالقرب من الموقع، الذي هذا المتحف الذي يشمل العديد من التحف الأثرية التي تخص الموقع، موقع تيمغاد. ولكن الحفاظ على هذا المعلم طبعا ساهم فيه الكثير، فما ننساوش أن السلطة الجزائرية بوضعها لقوانين صارمة لحماية الممتلكات الثقافية، خاصة القانون 92/4 الذي هو قانون صارم. والجزائر الحمد لله كانت من الدول السباقة التي وضعت قوانين لحماية التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي. لأي مدى ساهم كل ذلك في الشق السياحي أيضا؟ طبعا تيمغاد يعني منذ القديم هي منطقة سياحية بامتياز، وخاصة أنه في السنوات الماضية، يعني قبل سنوات كان هناك مهرجان ثقافي يقام في تيمغاد ساهم بشكل كبير في جلب الجمهور إلى منطقة تيمغاد أو منطقة تيمغاد. يعني هذه النشاطات الثقافية أيضا ساهمت بشكل كبير بجلب السواح، واليوم أيضا الموقع يشهد إقبال كبير للسواح، خاصة بعد الغلق الذي دام أكثر من سنتين بسبب جائحة كورونا. ولكن تبقى الاستراتيجية المتبناة من وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، يعني خاصة في التسويق لهذا المعلم المهم جدا. وأيضا ما ننساوش أنه فيه الكثير من الدراسات قاموا على الموقع، لأنه الموقع نصفه ما زال مجهول، يعني لأنه يستحق أكثر دراسة أخرى لأهم المعالم الموجودة فيه، ويستحق أيضا تنقيبات أثرية. أشكرك جزيل الشكر عبر سكايب من الجزائر الدكتورة فايزة رياش، أستاذة علم الآثار بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3. شكرا دكتورة.